كمل كمل يلا. وقف لنشوف. انت انتظر هون. يعطيكم العافية يا شباب. مرحبا. وانتوا انزلوا لتحت. اللي في شي مشكلة سيدي؟ في اخبارية بحق الشاحنة. رح نوقف الشاحنة. بس ليكون في غلط. هاي الشاحنة جاي بأمر من الدولة. بطحوا على الأرض. يا جماعة أكيد في شي غلط. نحن أخذين مساعدات. إذا بتتصلوا بالسيد عاكف بتنحل المشكلة. وقف وقف. روق يا ذو الفقار آغا، هي الشغلة فيها إنا، روق. هيدا أكيد. روق شباب خلص. يلا بطحوا على الأرض. كنت مفكر. زمن سحب سلاح الدولة التركية بوش الشعب المسكين وإزداله صفي من ذكريات الماضي البشع. طلعنا غلطانين. بطحوا بطحوا بطح. بطح. يا بنتي سامحيني سامحيني لأني ما قدرت أحميك. حبيبتي خلينا نروح هلا، بعدين منرجع لحتى نزورها. لا ما ممكن أتركها ولا وحدة. يلا يا بنتي يلا. عم بتوجع كتير بابا عمر، ما عم بقدر اتحمل هالوجع. اللي خلق الوجع يا بنتي بيعطي الصبر كمان. ليلى تركمان مين؟ حضرة المدعية يلي عند القبر. في شي يا زملاء؟ حضرة المدعية لازم تجي معنا على المديرية. لأي سبب طالبينها تجي؟ بس تروح رح يشرحوا لها التفاصيل. خبروهم إنه المدعية بهي اللحظة بجنازة أختها. رجاءً يا ريت تساعدونا. شو ما نكون شايفين الوضع اللي هي فيه. شو
شو يلي عم بيصير؟ حضرة المدعي العام طالب معلومة من حضرتكم بموضوع خاص. الموضوع بخصوص أختي؟ حضرتك ما بعرف. طيب ماشي، يلا جاي. يلا. يلا يا اولاد خفوا ايديكم شوي. بدكم تشرحوا لي شو اللي عم يصير؟ انت اللي بدك تحكي لنا شو اللي عم يصير. هلا عاكف عنده علم بجيدكم لهون وهداك جاي الدور كمان. ما في داعي تتصل فيه، بتشوفوا بعضكم بالنيابه. يلا امشوا. امشي. حضروا حالكم شباب، بدنا نطلع. سيارات جاهزة؟ جاهزة. روح وشيك عليه. حاضر سيد. مسعود في شي مشكلة؟ لا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرتكن انتبه منيح. خلونا نطلع يا سادة. عمه شامل، شامل أرتكن. بلشت على لعبة البازل هالمرة. شو يا سيدي؟ القسطنطينية.
أنت كيف شايف البزل معك يا حقي؟ الحجار شوي شوي عم تقعد مطرحها وتستقر. حلو كتير. حقي، مجموعة شركات تتر أغلو القابضة عم بتديرها أنجي، مو هيك؟ سيدي، أنجي أعطتك عمره. وهلأ مين في؟ عمه أبو مرته لتتر أغلو، إبراهيم. لازم يظبط حساباته منيح ويسدد الدين اللي عليه للسيد المحترم بالكامل. مثل ما بتمر سيدي. انت عارفان شو اللي عم تحكي؟ الشخص اللي بده ياخد اقوالي خليه يتفضل يجي على الكاجته. خير صاير شي معلم؟ ايه طبعا، خلونا نشوف هدول كمان والمعلومات اللي جاي. طبعا شو نحكي معكم. ايه ماشي، انا بعدين رح احكي معكم. مين عم يحكي؟ نفسه. شو يلي عم يصير يا نورة؟ كتير شغلات يا عاكف، ونحن عم نحاول نفهم شو الوضع. ما في إلا عم تصير عمليات ضدنا ومستمرة لسه كمان. لازم نروح على المشفى يا أرتكن. يا نورة احكي لي كل التفاصيل، لازم أعرف كل شيء. ادخل. سيدي المدعي العام، الزملاء بلغوا لعاكف قرار التوقيف. اللي جابوا شي؟ قايلن انهم ما رح يجي مشان الشهادة لهون، قايل هو بالكي جي تي واللي بده يحقق معه يقابله هنيك. خلونا نحقق مع يلي جبناهن. عاكف رح يجي لهون بإيديه ورجليه، وإذا ما إجا أنا بعرف منيح كيف بدي جيبه غصبا عنه. بأي حق بيوقفوا هدول؟ شو بدهم يضحكوا العالم علينا؟ سيدي، عندي خبر سيء تاني. السيد سامي كمان أخدينه. بأي حق؟ لك بأي حق؟ أخدوه بحجة العملية المالية يلي عملناها ضد بورصة لندن، وكمان الأستاذة المدعية ليلى اللي عم تشتغل معه أخدينا من جنازة أختها وعم يحققوا معه. كلياتهم صاروا بنفس الوقت؟ نعم سيدي. وآخر شيء، اتصلوا فيني وطلبوني ليأخذوا أقوالي. ما رح تروح لأي مكان، ارجع على رأس عملك فورا يا عاكف. شو ما صار يصير ما بتتحرك من مكانك بدون ما أقلك أنا أو أعطيك أمر مباشر. سيدي
ممكن يجوا على الكاجيتي. اللي رح يجي رح يشوف شو رح يصير فيه. عمل مثل ما عمل لك. مثل ما بتأمر حضرتك. نهاد شاكر، حضر حالك. إخلاء سبيل رح تطلع. الحمد لله على سلامتك أخي. إيدك لبوسة. تسلم متين. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الله يفك أسركم. تسلم يا تسلم يا تسلم معلم معلم تسلم تسلم معلم تسلم. وقع لي هون إذا بتسمح. سامحني يا أخي. أنا مسامحك يعني هاد. مين؟ لمين؟ وين؟ كيف؟ إمتى؟ وين؟ مع مين؟ ليش شامل ما نجح هالمرة ما بعرف. راسكون مو حابب يسمع بهذا الاسم. تحب احكي معه مرة تانية؟ قديش فينا نوثق فيه بعد هلأ؟ يمكن التنويم مع الوقت عم يخف تأثيره؟ فيك تسأل طبيب الأسنان. ديمتري، شو الوضع بعملية نقل البونزاي؟ بكرة رح تصير. هذا الموضوع انت اهتم فيه. راسكون حابب يضل لحاله، بده يفكر. الأستاذ حابب يلتقي فيكن أنتو الاثنين بشكل خاص، وأنا ما بعرف التفاصيل. إيه بس بعد شوي أكيد رح تعرفوا مين هو بارون تركيا الجديد. الجرافي لأني أنا مو جايب وحدي. إذا بتحب أعطيك منديلي يا سيد متى.
خليه، يمكن بعد شوي يلزمك المنديل. أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. شكرا. طلبتكن لهون مشان أحكي معكن بموضوع مهم كتير. سيد متى، من فترة طويلة ونحن منعرف حضرتك، وكتير من المراتب شغلكن معنا كنتوا بتستاهلوا المراتب الأعلى من خلال خدماتكن إلنا. سيد صارب، وانت كمان عم نراقبك من فترة طويلة، كل خطوة رح نخطيها داخل تركيا بعد هلأ بعرف انك رح تقدم لنا اعمال مهمة كتير، ورح تكون لك اليد الطولة. انتو الاثنين ومنشان اخوتنا البقيانين هون بعرف انكم متوقعين منا مهمة كبيرة. كل مهمة بتشوفوها مناسبة لألي رح تكون شرف كبير يا سيدي. وأنا مثل كل الأوقات سيدي، كل المهمات اللي رح تكلفوني فيها شو ما كانت مستعد نفذها بأحسن صورة وبكل سعادة. منيح، وأنا هذا اللي كنت حابب أسمعه منكن. بعد هلأ التعليمات تبعكن حقي بفرالي رح يبلغكن إياها. طيب ليش اخترتو للسيد حقي؟ هذا مو اختياري، هذا اختيار البارون التركي الوحيد والحقيقي، ومخطط عملية اليوم وهاب كوزو زادا. كل القرارات اللي بدها تتخذ ضمن تركيا من هلأ تركناها إله. في عندك أي معلومات عن رفقاتنا يلي أخذوهن على التحقيق؟ مع الأسف لا، بهي اللحظة ما عم نقدر نتدخل بالتحقيقات ولا بأي شكل. كيف ممكن يوصلوا لحتى يخدروا رؤوس أعصاب الدولة؟ ما عم نقدر نتحرك بنوب؟ أستاذي شو يلي عم يصير؟ نحن كتير بوسطة ما قدرنا نلاحظ. العملية مخططة من فترة طويلة كتير، بالوقت اللي نحن مركزين على الخطر اللي رح يجي من الخارج، هن أخذوا مكانهم بيناتنا من زمان. أستاذي مين قصدك بهذا الحكي؟ مو حراس المعبد؟ يا ريت يكونوا حراس المعبد، بس على القليل بنعرفهم وبنعرف إنهم هن أعدائنا كمان. أنا رح أقلك كلمة واحدة بس، دولتنا العميقة استنسخوا. كلياتنا بنعرف انه المستنسخ ما بيعيش كتير يا استاذ، الباقي على الارض هو الدولة، والدولة من خلال تجربتها من 1000 سنة لهلأ دائما عمرها 18 سنة. بس يا استاذ يلي شاغل بالي، مين اللي عم يساند هذا المستنسخ؟ عميد العائلات المستقرة اللي هي امتداد لحراس المعبد، ومع الاسف اللي كلياتنا نحن بنعرفه كتير منيح، السيد المحترم. كتير معصب من حالي يا نايا. كان لازم اسمع منك. من اول ما شفتي حذرتيني، بس انا ما سمعت لك. خلينا ننسى كل يلي صار، المهم انت بجنبي. للحظة خفت كتير من اني كون خسرتك. وانا ما
معلم، إذا بتحب في تطورات بخصوص أدزيس. أنا رح فوت لجوا. علي، هذا الزلمة ما بقى تذكر اسمه قدام نايا. سامحني ما رح عيده. شو التطورات احكي لي معلم؟ تصور الزلمة طلع مريض عقليا. كيف يعني؟ البيت اللي فيه لواحد تاني، وصحابين البيت مو موجودين كمان، وملاقيين بالبيت صور للجسس كتيرة، اثنين اللي كانوا عم بيدوروا عليهم الشرطة صورهم كانت موجودة هنيك. طيب علي فهمت، قدروا يلاقوا شي جسته لهذا الكلب المهووس؟ لسه ما لقوها، الغطاسين بعدهم لهلأ عم يدوروا. مين يلي عم ياخد هالقرارات يا ابني؟ بابا عم يحكوا عن نظام متسلل جواتنا ومتجذر بشكل طفيلي من دون ما نحس بوجوده، ومع الأسف أخدين مكانهم بكل مؤسساتنا. غايتهم يستولوا على النظام والدولة ويكونوا الحاكمين الوحيدين. ما عم بعرف أخذ أي خطوة يا بابا. يا ابني، مولانا وسيدنا بيحكي لنا قصة حلوة بكتاب من كتبه. بيوم من الأيام الأسد ملك الغابة بيجي لعند الثعلب والديب وبيقول لهم أنه رح يطلع على الصيد مشان يطلعوا معه يرافقوه بهالرحلة، ورح يعمل وليمة من يلي حيصطادوا. بيوافق الثعلب وبينبسط كتير، وبيروح بيجمع حيوانات الغابة بمكان الصيد. الأسد وقت اللي بيشوف هالحيوانات تبع الصيد جاي من بعيد ببلش يحضر نفسه للحالة، وهو عم بيدور حوالين حاله وعم يحمي نفسه. سأل الثعلب سؤال، بلشت عيوني تقدح مثل النار يا ثعلب؟ الثعلب بيجاوبه ايه بلشوا يا ملك. الأسد وهو عم بيدور حوالين حاله رد وسأله الثعلب من أول وجديد، وبري صار مثل الشوك يا ثعلب؟ بيجاوبه الثعلب ايه صار. الأسد لف لآخر مرة بالساحة وسأله للثعلب، بلش جنبي يرتفع لفوق كمان؟ بجاوبه الثعلب ايه طبعا. بناء على هذا الشيء الاسد هجم وشقف كل قطيع الحيوانات، وبعدين عمل الاسد وليمه مثل ما وعد، اكلوا شبعوا. اما الديب فكان عم بيشوف الاحداث عن قرب ويراقب. صار يفكر بينه وبين حاله بعد ما خلص اكل انه الاسد قتل كل هالحيوانات وعمل وليمه، الشغله ما صعبه، ليش عاملين الاسد ملك الغابه؟ أنا كمان مثل الأسد وفيني أعمل اللي عمله. ومشان يثبت هذا الشيء جمع كل هالحيوانات بهالغابة ونطر على التلة مشان يجي القطيع من بعيد. وقت اللي شاف القطيع بلش يحضر حاله مثل الأسد مشان يهاجمون، وصار مثله يدور حوالين حاله، وهو عم يفتل حوالين حاله بالساحة عمل مثل ما عمل الأسد كمان، وطلع على الثعلب وسأله، بلشت عيوني تقدح مثل النار؟ جاوبوا ثعلب، لا ما أدحوا. الديب بيعصب وغضب على الثعلب، قال له كيف ما عم يقدحوا؟ الثعلب لأنه خاف من الديب اضطر يقول لهم بلا عم يقدحوا. بعدين الديب فتل حوالين حاله مرة تانية وسأل الثعلب، طيب وبري وقف وصار مثل الشوك؟ ثعلب قال له لا ما صاروا. الديب بيعصب من جديد وبيقول له كيف ما صاروا؟ الثعلب يا حرام من خوفه منه قال له بلا بلا صاروا. لآخر مرة الديب بيدور حوالين حاله وغضب على الثعلب وبيرد بيسأله للثعلب،
شو يا طالب؟ شف لي بلش تنبي يفتل ويهتز ويرتفع لفوق؟ فالطالب بيقول له لا. الديب وقتها بيعصب كتير، بيقول له الطالب تمام تمام، بلش يهز. بيقوم الديب مثل الأسد بيهجم على جوات القطيع، بس القطيع اللي دخل بيناتهم بيكون قطيع حمير، والحمير بينزلوا فيه لطم وترفيس، بيوقعوا على الأرض. الديب وهو بالأرض بيجي الثعلب لعنده وبيقول له هلأ عيونك بلشت تقدح بالنار قدح يا ديب، وبرك نفش صار مثل الشوك، وانت وعم توقع على الأرض شفتك وانت عم بتلولح بدنبك. هيا ابني قصة الديب اللي بيعمل حاله أسد. طالما ذكرت سيرة مولانا وسيدنا ما رح أقدر إلا ما أقول هذا الشيء. هاي الحركة تنفذت بيوم ذكرى سيدنا مولانا يلي بيمثل بديننا واحد من وجوه التسامح. ما كانت موجهة للدولة وبس، كانت كمان حاملة بطياتها ضرب اتجاه معتقدات الناس ومشاعرهم كمان. يا ابني لازم تريح لي بالك من هالناحية تمام. المواطنين بهالبلد ما بتفوتهم فايتي، ما تخاف. نحن أكتر شي محتاجين دعواتك بهالمرحلة يا بابا. قبل ما توصل هاي المسألة لأبعاد وخيمة خليني التقي مع المدعي العام. الدولة اللي عم بيقودوها أموات مثل حضرتك محيناها من زمان يا سيد سامي. المدعي العام الوحيد يلي حتشوفه هو أنا وبس. حضرة المدعي حابب أعمل اتصال هاتفي. من هلأ وطالع رح ندرس مكالماتكم مو نرد على طلباتكم. جاهزة تحضيرات العملية؟ في شي مشاكل؟ كل شي مثل ما اتفقنا، وسطائنا بلندن ناطرين تعليماتك سيدي. رئيس بورصة لندن خلال ساعة رح يكون بضيافتنا باسطنبول، انتو فيكن تبلشوا بالمبيعات على المكشوف. حاضر سيدي. من مين أخذت أمر لحتى تعمل عملية مالية ضد إنجلترا؟ وليش بورصة لندن تحديداً؟ والمصاري اللي حققتها من هاي العملية لوين بعتها؟ لعبانينا عتقيل لهون وبس. هلأ خلينا نجي على السؤال الأهم. الشايب بيحب نوصل المبالغ اللي حققناها من عملية البورصة للدول المحتاجة اللي تضررت من المضاربات، لهيك اعملوا اتصالاتكم مع رفقاتنا اللي بهي الدول. علم سيدي. سيدي رفقاتنا اللي بالدول اللي قدمنا لها المعونات بيبلغوا الشايب وبيبلغوكم تحياتهم. بس سيدي في عرض حابين رفقاتنا انه نوصلكم اياه اذا ما في مانع. عم بسمعك. منعرف انك التقيت مع الشايب وانك عم تاخد الاوامر منه. دعم كبير للكي جي تي. وهلأ من الضروري تقلنا مين هو الشايب. اختار صفوة الناس. فكرة حلوة. هذا الموضوع رح بلغ اياه للشايب. سيد سامي. سيد سامي اصلا حضرتك رسميا بالسجلات متوفي، ما في حدا رح يدور عليك ويسال عنك، ورح تضل هون لحتى تجاوب على كل اسئلتنا، وخاصه هذا السؤال، مين هو الشايب؟ بلتزار بالنهايه اجى لعندي وقدم لي عرض للمصالحه. انت شو عم تفكر؟ انا ما حبيت اقول شي من دون ما اخذ رايك. انت هلا صرت مشهور وانت بحاجه بلتزار مشان تستمر بهالشي،
يعني بدك إياني اشتغل معه؟ ايه اكيد، منشان تقدر تسيطر على الشارع لازم تشتغل معه لفترة. هذا الشيء رح يفتح لك بواب كتيرة. لازم نعرف شو هي ارتباطاته. لازم أوثق ببالتزار؟ لا، أكيد في عنده خطة ينفذها من خلالك. أقل احتمال رح يصير إنه رح يحاول يحجمك وإنت عنده. نجي على الموضوع الأساسي. الجهاز الصهيوني مشان يسيطر على الشارع التركي عم يستخدم شخص اسمه راسكون. بدي منك بأقرب فرصة إنه توصله لهذا الزلمة راسكون. ما كنت حابب خاطب زميلة لإلي بهالشكل هاد. حضرة المدعي، ممكن أعرف شو السبب اللي عم يتحقق معي فيه؟ عاملة شغلات أكبر منك يا أستاذة. هاد الزلمة بتعرفيه؟ السيد أشرف، ليش عم تسألوني عن شخص متوفي كان موظف للدولة؟ نحن منعرف منيح أنك عم تشتغلي مع الجهاز الأمني المالي السري. من مين أخذتي أمر التحقيق بخصوص هاي الجمعية؟ كلفني فيها النائب العام. إذا بتتواصل معه رح يحكي لك الشي اللي بدك إياه. بس بالأول حضرتك رح تحكي لنا. قليلي، مين اللي عطاكي أمر التحقيق والتهديد للمواطنين الشرفاء يلي بيحبوا يساعدوا المحتاجين يلي هنن أعضاء بجمعية صيغتها قانونية ما عليها غبار؟ شوف، بيوم كتير صعب علي جيت لهون حتى من دون أي اعتراض على هالشي، لأني فكرت إنه في موضوع مهم. أكيد تعبانة، بعرف أستاذي ليلى. إذا بتعطيني الأجوبة اللي بدي إياها شغلتنا ما رح تاخد وقت طويل. بس هذا تحقيق سري والتفصيلات مو ممكن أولى. خلص بكفي هالقد. رجاء أنا عادي. بأي حجة يا أستاذ بتكون توقفوني هون؟ حضرتك يا أستاذي ليلى موقوفة بتهمة القتل المتعمد للمواطن الأمريكي جاك ويلسون. أنا من شهور وعم دور على هاي المشاهد وحكيت عنها للنائب العام، بس كانت ممحية ما لقيتها. أنتوا كيف لقيتوها؟ الله بيعرف كم نائب في بتركيا حابب إنه يحقق معك، ولكني هي أنا معك، والقديم كمان رح نحكي فيه بشكل مفصل معك.
بس خلينا نبلش من آخر شيء. إمتى بلشت تشتغل مع عاكف وتحت أمرته؟ عاكف هو اللي أعطاك أمر إيصال شاحنات ضخمة على مناطق الجبل والمخيمات تحت اسم المساعدات؟ أنت هربت من حبس صربيا مجرمين ألبان إرهابيين، مين كلفك بهاي المهمة؟ قل لي مين اللي أعطاك أمر قتل رجل الأعمال السيد كمال الدين رجل الأعمال الأذربيجاني المعروف؟ علاقتك بإسرائيل وإيران وفوق كل هاد الجبل، مع أي منظمة إرهابية أنت عم تشتغل؟ سيدي عم يتصلوا من تل أبيب بدهم إياك. أنا هلأ بتركيا ولا أنا بإسرائيل؟ أنا ويني؟ أنت باسم أي دولة عم تحقق معي؟ فهمني. وهلأ أنت يلي صار بدك تقلي أنت مدعي عام تركي وحضرتك عم تشتغل لصالح تركيا ولا محامي لإسرائيل عم تشتغل لصالحها؟